اهلا بيكم هنا ماسبيرو وفقرتنا الثانيه هنتكلم فيها عن موضوع الحقيقه مهم جدا وبنتكلم فيه كتير لانه مش انجاز على الورق او انجاز للتسويق والماركتنج لكنه انجاز على واقع الارض كلنا لامسينه من مرحله اظلام طويله عشنا فيها مر بيها طبعا السنه المشؤومه اللي كان فيها حكم الاخوان وشفنا فترة الإظلام اللي عشناها وانحسار الطاقة وصعوبة إن إحنا حتى نحلم إن يكون عندنا فائض للتصدير مثلا دي كانت خيالات. خلونا النهاردة نتكلم عن الواقع اللي إحنا فيه، مستقبل الطاقة المتجددة، دورها في خليط الطاقة في مصر. يعني إيه خليط الطاقة وإزاي إن إحنا أو إلى أين وصل بينا ملف الطاقة في مصر؟ هل كمان المشاريع الحالية والمستقبلية ممكن توصلنا في زمن قريب لأن إحنا يكون عندنا فائض للتصدير؟ حاجات كتير هنتكلم عليها في هذا الملف مع ضيفتنا دكتور ميرفت شرف الدين المهندسة الكيميائية والنووية. أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتور. ممكن نتكلم في البداية عن التعريف بالطاقة المتجددة قبل ما نتكلم عن خليط الطاقة في مصر ونعرف يعني إيه بالظبط؟ هو الطاقة ناتجة من مصادر طبيعية تتجدد، معدل التجدد بتاعها بيكون أكبر من معدل الاستهلاك، وبالتالي الطاقة لا تنضب. الطاقة نفسها في معلومها إن هي الـ يعني قابلة على إنجاز شغل معين. كلمة الطاقة نفسها يعني إنجاز شغل معين، الشغل ده هو ده اللي بيدينا التنمية. طبعا التنمية بالظبط، التنمية بالظبط. طيب يعني علاقتها بقى برؤية مصر 2030 اللي احنا بنتكلم عنها النهارده؟ هي طبعا رؤية مصر فيها أنواع مختلفة من الطاقات، فالطاقات دي كلها مجموعها بتدينا الطاقة أو خليط الطاقة اللي احنا بنسميه خليط الطاقة. طب ممكن تعرفينا إيه هو خليط الطاقة في مصر؟ طيب ممكن نقول أول حاجة أشعة الشمس. طبعا دي أشعة الشمس بنعمل منها الألواح الشمسية وبتطلع منها الطاقة، برضو طاقة الشمس. طبعا وعندنا 365 يوم شمس في السنة. الحمد لله. الحمد لله. طاقة الرياح برضو عندنا سرعات كبيرة في الرياح بتؤدي إلى التوربينات الرياح. في عندنا الطاقة الحرارية الأرضية، في عندي الطاقة الكهرومائية اللي هي بتاعت السد العالي. في طاقة هطول الأمطار المستقرة، في طاقة البحرية اللي هي الأمواج والتيارات، في عندي الطاقة الإحيائية بتاعت الكتلة الإحيائية اللي فيها بقى من الخشب والفحم والحاجات دي كلها، دي كتلة إحيائية اللي هي الأحفورية. لا ما اقدرش اقولها احفوريه لان انا باخد منها بس الوقود الاحفوري. باخد الطاقه الاحيائيه منها. الكتله الاحيائيه منها. دي كده سبع طاقات عندنا، دي بنسموها خليط الطاقه. طيب ممكن برضو اعرف من حضرتك الطاقه، لانه في ناس يعني اما نتكلم عن الكهرباء في ناس لسه ما تعرفش ان احنا ما بقاش اعتمادنا على السد العالي. طبعا إحنا دي احد الطاقات، احد الطاقات ان احنا عندنا دلوقتي في 2023 مصادر متنوعه جدا اللي بنعتمد عليها في توليد الطاقه. بالظبط، ما كل دي الطاقات دي بتدينا الكهرباء. طب كل سبع طاقات دي بتدينا الكهرباء. أيوة. بالاضافه برضو في وقود احفوري موجود لسه موجود. لسه في احلال وتجديد لكل الحاجات دي طبعا. طيب خصائص ممكن كمان للطاقه نفسها، يعني بنديها خصائص لان احنا كل طاقه لها خصائصها. طيب سلاسل امداد الطاقه الكهربائيه زي ما حضرتك اشرتي هي متعدده وعندنا في مصر مصادر كتير ليها. ممكن بقى نعرف ايه خطتنا المستقبليه في ضوء المشروعات سواء الحاليه او المستقبليه ان احنا نكون مركز لتصدير الطاقه، ان احنا بنتكلم عن فائض في الطاقه هنقدر نصدره؟ هو طبعا المتوقع ان الطلب على الطاقه مطلوب لان هي اللي بتعمل المصانع، هي اللي بتعمل كل الاشغال الموجوده في الدوله. لكن احنا بنقول في الاول مثلا ان احنا بنعرف الطاقه وخصائصها وكل امكانياتها، وبعدين نتكلم على المشروعات لان المشروعات دي بتبقى تدينا ارقام. ارقام تدينا ارقام للطاقه طبعا. نفسها. طيب قبل ما نتكلم شويه عن المشروعات نتكلم ايه اللي وصل للمستهلك نفسه، يعني سلاسل امداد الطاقه دي حتى وصولها الى المستهلك. هو اول طاقه عندنا طاقه الشمس. دي لا يعني ما نقدرش نتكلم فيها، ودي موجوده في بنبان في اسوان، طاقه شمسيه موجوده. وفي طاقه الرياح وطاقات كثيره، فاحنا بناخد كل طاقه ونشوف كل امكانياتها ايه والسعه بتاعتها ايه. كل طاقه لها امكانيات.
طيب ممكن برضو في الخطط المستقبلية بتاعتنا ورؤية مصر 2030 ان احنا في سبيلنا لتخفيض الانبعاثات الكربونية، وده توجه العالم كله، واحنا طبعا استضفنا هنا في مصر المؤتمرات اللي اتكلمنا فيها في مؤتمر المناخ او غيره، حتى في المؤتمر الاقتصادي تعرض ايضا للانبعاثات الحرارية، وازاي ان احنا هنبقى قادرين نواكب رؤية العالم اللي بتخفض الانبعاثات الحرارية حفاظا على كوكب الأرض. هو فعلا مجموعة البنك الدولي قال ثلاث خطوات عشان نقلل الانبعاثات الكربونية. هي أهم حاجة إن احنا نوصل في القرن بتاعنا إنها تكون أقل من درجتين درجة مئوية في القرن ده. دي الهدف بتاعنا الأساسي. فبنعمل على هذا بنعمل ثلاث خطوات إن احنا نوصل للانبعاث الكربوني يكون أقل عشان صحة البني آدمين والنبات وكل الحياة الكائنات الحية عموما على الكوكب بتاعنا. فنبتدي مثلا بالخطوة الأولى إن احنا التحقيق عندنا هدف أساسي إن احنا مندخل المشروعات الطويلة الأجل اللي احنا بنستمر عليها عشان تدينا طاقة أكتر. في حكومات أخرجت منها الفحم والحاجات دي اللي ملوثة للأرضيات اللي هو الوقود الأحفوري اللي بنقول عنه. الوقود الأحفوري بالظبط، أيوه. كمان في كل ده متأدي من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة اللي موجودة في الأرض نفسها. كمان محطات توليد الكهرباء كل ما نغير من نوع منها بتدينا طاقة أكبر، بتقلل من الانبعاثات الكربونية. في وده اللي احنا عملناه فعلا بالظبط. احنا عندنا محطات الجديدة اللي ادخلت على سلاسل امداد الطاقة في مصر كلها على احدث نظم امداد الطاقة في العالم. ايوه الطاقة المتجددة احنا بنتكلم كله في الكلام. في اربع مجالات برضو بنتكلم عليها ان احنا تحولنا من الطاقة الاحفورية للطاقة المتجددة. كمان بعزيادة الطاقة النظيفة بيقلل الانبعاث الكربوني الموجود في الارض. بتدي فرص عمل لان كل ما في طاقه جديده بتبقى في بتفتح عمالة. مجالات طبعا للعمل. مجالات بالظبط. في كمان زياده كفاءه الطاقه نفسها بتزيد معانا في الوقت. في كمان حفاظ على سلامه بلوعات الكربون الطبيعيه من خلال تحسين الاشجار والغابات بتمتص جزء من برضو الانبعاثات الكربونيه دي وبتقلل من الانبعاثات نفسها بحيث ان احنا يعني نستعيد بيها عن ان احنا نعمل المدافن الطبيعيه بالظبط. كمان تطوير الوسائل النقل، يعني دلوقتي بقت في سيارات صديقه للبيئه ما بتطلعش غازات، فدي برضو بتقلل من الانبعاثات الكربونيه طبعا. وده كمان احنا في مجال بقى الاستيراد والتصدير واتفاقيات منظمه الجات والاتفاقيات الدوليه ان احنا كمان اصبحنا بنستورد هذه السيارات صديقه البيئه بزيرو جمارك، ودي حاجه طبعا مفيده طبعا مفيدة لمصر. جدا. طيب يعني احنا عملنا خطوه واحده، فاضل لنا خطوتين كمان بالنسبه للانبعاثات الكربونيه. تحديد التكلفة الحقيقية للانبعاثات دي نفسها، إطار مجموعة شاملة من السياسات اللي بتؤدي إلى استثمارات وأساليب التفكير نحو الانخفاض الكربوني الموجود طبعا. الخطوة الثالثة برضو بتعمل التزام من على الجمهور نفسه إن هو يبتدي برضو يكون عنده وعي بالانبعاثات الكربونية بحيث إنها بتتقدم مع الاتفاقات العالمية وكلها أثر بالغ في الحياة طبعا. الحقيقة ان احنا عشان نشوف المشروعات اللي تابعناها دلوقتي مع حضراتكم كان في تحديات كتيرة جدا بخصوص الوقت بخصوص التكلفة، ولكن الحقيقة انه عايزين نتكلم عن الانجاز او الاعجاز انجاز التعبير في قطاع الكهرباء والطاقة اللي تم من خلال هذه المشروعات. خلونا نسأل دكتور ميرفت بالارقام والنسب. اتفضل. اهلا وسهلا. محطة إنتاج الكهرباء طاقة الرياح بخليج السويس تبلغ قيمة الطاقة هناك 250 ميجا وات بتكلفة 4.3 مليار جنيه، بالإضافة لمحطة الضبعة النووية بتكلفة بقدرة 4800 ميجا وات. في مزرعة رياح الزعفرانة، ودي من أكبر المزارع عندنا في بالنسبة لمصر، تقع في مدينة رأس غارب وفي البحر الأحمر طبعا. عايزين نقول كمان إن احنا المشاريع دي اللي ما اشتغلش منها هو في طريقه لانه يتشغل، زي الضبعه مثلا احنا انجزنا نسبه كبيره جدا منها طبعا. ودي بتساوي زي ما حضرتك قلتي
محطة الضبع هي مش مجرد إنجاز في قطاع الكهرباء والطاقة، ولكنها بتفتح مجالات كبيرة للعمل، مجالات للاستثمارات وجذب الاستثمارات الخارجية. هنقدر كمان من خلالها إن احنا نحقق حلمنا ده في إن احنا يكون عندنا فائض للتصدير. بالزبط. فإذا ممكن برضو حضرتك تكلمينا عن هذه يعني هذا الإنجاز تحديدا، الضبع، محطة الضبع النووية، عايزين نعرف الناس بيها. هي محطة الضبع أول ما أنشأت هي عملوا مدرسة ليها، مدرسة عشان نخلي الناس يتعلموا إزاي يتعاملوا مع الحاجات طبعا، وده كمان النووية. اتفقنا مع روسيا يعني ده بالزبط. هم بيورونا النوها أو إن إحنا إزاي هنتعلم إزاي نشغلها. أيوة النوهاو بتاعها. وإزاي نتخلص كمان من النفايات، ده جزء من العقد بتاعنا معاهم. ده كان الأساسي جدا، لأن عشان النفايات دي كانت لها عمر، ليه نصف العمر بتاعها، لو عدت عليها الفتره بتاعتها بتبقى بتنشط تاني، فاحنا بنعمل لها عمليه حقن ليها عشان نزود الفتره بتاعتها. فبتشتغل في فترات متقطعه لان هي بتبني على مراحل. بالنسبه للطاقه النوويه، بالنسبه لمزرعه رياح الزعفرانه دي بتقع في مدينه راس غارب في البحر الاحمر، تبلغ مساحتها 120 كيلو متر مربع وبتنتج ثلث الكهرباء السد العالي. كل ده كان بعد 30 يونيو. يعني كل ده احنا كنا قبل 30/6 من 2000 وضعتين. من 2000 ل 2010 الزعفرانه دي كانت شغاله. من 2000 ل 2010 دي كانت 8 مراحل، 8 مراحل بتاعتها بتشتغل. يعني قصدي حضرتك انه من 2000 كنا بنبدا نشتغل فيها. بنشتغل فيها ل 2010 انتهت، 8 مراحل بتاعتها انتهت. وهي دلوقتي تاني اكبر مزرعه في العالم في شرق افريقيا. منطقه الزعفرانه. فيها 700 توربينه بتكلفه 10 ملايين يورو، وبتتبع بالكامل هيئه الطاقه الجديده والمتجدده، يعني دي كلها كده مصريه 100 100. مزرعه رياح جبل الزيت بتقع على بعد 350 كيلو متر طريق القطمه العين السخنه عند الكيلو 118، مساحتها المحطه 100 كيلو متر مربع، وبتضم 300 توربينه. بدا المشروع بتاعها في 2015، التكلفه 2 مليار جنيه. من المتوقع من المتوقع انها بتقلل كميه الانعباسات الاحتباس الحراري بحوالي 25.8 مليون طن مكافئ من ثاني اكسيد الكربون. طيب اسمحي لي برضو نتكلم بقى عن طريقه متابعه وتشغيل كل هذه المحطات، دي مشاريع كبيره جدا. هو لسه في كمان في عصر طبعا، بس يعني مش عايزين نزود على الناس الارقام، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي في عصر رقمنة الدولة. ازاي بيتم متابعة هذه المشاريع؟ هي الرقمنة بتتم بانها كل انجاز بيتم بيتحط، بعد كده بيجينا إحصائية سنوية بالأرقام دي، بتحول الأرقام دي لمعلومات، المعلومات دي بتتخزن فبيبقى سهل استرجاعها تاني. فدي الرقمنة، يعني هي بتبقى أرقام وبعدين بتتحول لموضوع وبعدين ترجع تاني لأرقام تاني. طيب كيف يتم التحكم أو مراقبة كل هذه الشبكة أو الشبكة الموحدة، شبكة الجهد المتوسط، الحاجات اللي ليها علاقة بالخدمة المباشرة للمواطنين، إزاي بنراقب التشغيل والتحكم فيه؟ لا، ما هو كل مكان له الصيانة بتاعته. الصيانة بتاعتها في صيانة دورية، في صيانة شهرية، في صيانة نصف سنوية، كل دي الصيانات دي بتتم عليها، وبعدين بيجي تجميع ليها، تجميع كل مكان. يعني الوقت احنا ملاحظين برضو انه اصبحت الخدمه مختلفه يعني طبعا. في حاله الابلاغ عن اي خلل او عطل ما بقيناش نقعد نستنى، لا لان هي في بديل على طول، لان احنا عندنا فائض طاقه، فما بقاش في العطل زي ايام الاخوان مثلا. دلوقتي في فائض طاقه، ففي حاجات يعني لو في مكنه واقفه في البديل بتاعها بشغال، ما بتقفش واحده الا لما تكون الثانيه ابتدت تشتغل معاها. انا اقصد كمان التواصل المباشر مع المواطنين، يعني كلمينا عن ارقام خدمه العملاء، عن كيفيه الابلاغ عن الاعطال، ازاي انه في متابعه مستمره لاي خلل او عطل بيحصل. فورا على طول ب 121 بيتصلوا بيها، بيتجدد يعني الموضوع وبيشوفوا ايه العطل، لو كان في مكان فيه عطل بتروح له. والخطوط الساخنه دي بتبقى هو بس ده الرقم الخاص بالمواطنين، لان هو موجود على مستوى الجمهوريه. فبصوره الاستجابه فيه سريعه.
طيب ممكن برضو تكلمينا عن انه يعني خطة أو رؤية مصر 2030 داخل فيها الطاقات المتجددة زي ما حضرتك أشرتي، ولكن إيه هي الرؤية المستقبلية أو الاستراتيجية اللي احنا ماشيين دلوقتي في سبيل تحقيقها بخصوص قطاع الطاقة والكهرباء؟ هي برضو خليط الطاقة، ان احنا لازم تاني لازم خليط الطاقه، لان ما اقدرش انا اقول مثلا طاقه الشمس بس وهي دي اللي هتبقى تحت، لا لازم في خليط من الطاقه، بحيث لو في طاقه نضبت بتيجي طاقه تانية. وعموما الطاقات لا تنضب لانها متجدده بفعل الحياه نفسها، فالطاقه متجدده، فاحنا من بنستغل كل الطاقات الموجوده في مصر عشان نعمل فائض تصدير، فائض تصدير للعالم كله. طيب ممكن تكلمينا عن مصطلح كمان الطاقة الخضراء؟ الطاقة الخضراء دي بتكون من الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر ده هو بيتعمل من التحليل الكهربي للمية، بيطلع مننا الهيدروجين الأخضر، بتعمل منها طاقة. في كمان أنواع كتيرة جدا من الهيدروجين، في الرمادي اللي بيطلع من الغاز، في من الطاقة النووية بيسموه اللون الأحمر من الطاقة النووية، في كل الأنواع حسب المنتج اللي أنا باخده منه الأساسي، هل الفحم حجري فحم نباتي، كل دي بيطلع منها طاقة منها. فالهيدروجين الأخضر هو دلوقتي أنسب نوع، لأنه أقل أو أرخص حاجة، لأنه بياخد من المية، فالمية عندنا ولكن متوفرة ولكن إنتاجه مكلف، ومع ذلك مصر دخلت في هذا المجال وبدأت خطوات بالفعل، والعالم كله بيفكر دلوقتي في التوجه للطاقة الخضراء. فمصر بقى قطعت في أشواط شكلها إيه؟ كتير، لان خلاص اتنفذ المشروع اتنفذ، فخلاص في حيز التنفيذ مع دول كتيره جدا في حيز التنفيذ خلاص، فما بقاش شيء خيال يا ناس، لا ده بقى واقع ملموس وفي فائض منه كمان. طب ممكن برضو نقرب المعنى اكتر للناس ونعرف ايه طاقه الهيدروجين الاخضر، هنستخدمها ازاي وفي ايه؟ هو في تحليل كهربي زي اي قطبين في اي سيل يعني اللي هو زي ما كنا بناخد في المعامل في المدرسه H2O جزيء الميه لما نحلل. بتحلل بين الاقطابين القطبين، بتحللهم ويطلع مني الهيدروجين. الهيدروجين ده ليه نسبه معينه اللي انا باخده لانه جاي من الميه، فباخد اللي ده. في بقى جزء تاني اللي هو ثاني اكسيد الكربون، بتحط ده عشان الاطفاءات، بيستعمل برضو في الاطفاء. وعندي الهيدروجين، الهيدروجين ده هو الطاقه اللي انا بستخدمها واحولها بطريقه اخرى لاجهزه بتديني الطاقه الكهربائيه عن طريق الاجهزه بتاعتها. يعني انا دلوقتي عندي غاز، الغاز ده ممكن يدور توربينه ويطلع لي الكهرباء. وكم من التحديات اللي احنا واجهناها في هذا القطاع علشان نوصل لهذا الانجاز او لنقل الاعجاز اللي حصل في قطاع الطاقه والكهرباء ما قبل 30 يونيو كان شيء، وما نحياه الان شيء ثاني. فممكن حضرتك تكلمينا قبل 30 يونيو كان الوضع ايه؟ كان ايه حجم النقص اللي كان موجود في قطاع الكهرباء؟ وكنا وعشنا فترات اظلام، يعني كلنا فاكرينها أظلام كتير عشناه، وأجهزة كتيرة باظت بسبب القطاع الكهرباء عن الموجود. وكان بيقولوا اللي واحد بيشد الفيشة ولا بيشد مش عارفة السكينة، وطبعا ده كان كلام مرسل يعني. لكن احنا دلوقتي عندنا إجمالي الطاقة الكهربائية من الرياح لوحدها في سنة 2006 في 74223 ميجا وات، بما يعادل 1% من الاستخدام العالمي. يا ده رقم كبير. طب كلمينا حضرتك عن التوربينات والسيور المهاجره. طاقه الرياح بتستعمل الرياح فيها زعانف، ففي بتتوقف في وقت معين الطيور المهاجره، فبتبقى في سنسور بيبين وقت امتى الطيور المهاجره دي بتسافر، فبيتوقف كل الزعانف بتاعه طاقه الرياح عشان الطيور دي تهاجر في الوقت بتاعها وما تتعرضش لاي كوارث، ان دي تعتبر ثروه برضو روح. طبعا وعلشان برضو الحفاظ على الاجهزه بتاعتنا والاجهزه من التلفيات، لان دي كلها حاجات كانت مكلفه جدا. لان احنا الحقيقه تابعنا ازاي المشروع ده تزامن مع الرؤيه يعني اللي بنتكلم فيها مع مشروع الطيور المهاجره، وازاي تم تظبيطه، ده كان شيء رائع جدا وانجاز كبير. فعلا السنسور ده هو ساعدنا كتير
قوي طبعًا. موجود في كل توربينة في سنسور بيبين امتى الطيور دي هتهاجر. وطاقة الرياح احنا هنستفيد منها قد ايه؟ ما هي نفس الطاقة اللي احنا قلنا عليها 2006. أيوة اللي هي 74,000 يعني هتولد لنا؟ تتولد موجودة 74,000 223 كمان. كويس جدا. ودي كمان بتعادل 1% من الاستخدام العالمي. يعني احنا وصلنا للعالمية طبعا، وده رقم كبير ان احنا واخدين 1%. بالظبط، لان ده على مستوى العالم. على مستوى العالم. طيب ممكن برضو نتكلم عن التحديات المستقبلية بقى، ايه رؤية مصر 2030؟ ازاي احنا بنخطط وعندنا استراتيجية بنعمل عليها ان احنا نكون مركز لتصدير الطاقة ويكون عندنا فائض طاقة؟ كلنا حاسين ان احنا قد ايه دلوقتي في مصر رغم المشاريع وضخامة المشاريع اللي احنا بنحققها في العالمين الجديدة، في العاصمة الجديدة، ازاي توفرت لها كل هذه الكميات من الطاقة؟ الحقيقة يعني الرئيس السيسي ما بيعلنش عن حاجة الا ما تكون تامة وخلصت. حقيقي هو بيعمل في صمت. حقيقي بيعمل في صمت. احنا بنفاجئ ان في مشروع كامل خلص، بنلاقي المشروع كامل خلص، ما بنقولش احنا هنبني وده احنا بنينا السد العادي، لا احنا بنينا وخلصنا وموجود على ارض الواقع فعلا. فدي مشاريع حقيقه ما يعني لا يستهان بيها الحقيقه يعني. طيب تسمحي لي برضو حضرتك تقولي لنا من واقع خبرتك في الطاقة النووية، ازاي برضو مشروع الضبع لما يشتغل ان شاء الله، وهو منتظر احنا قدامنا سنتين لاكتمال المشروع، هيوفر لنا كمية طاقة قد ايه؟ 4800 ميجا وات. الحقيقة يعني هو قابلته مصاعب كبيرة، لأن هناك العرب ما كانوش مستوعبين إن ازاي يجي طاقة نووية عندهم، مش فاهمينه، لدرجة إن تتسرق مرتين الموضوع ده شكل اتاخر شويه. اتسرق مرتين. لا غير كمان التحديات اللي قابلها الالغام في الارض، ازاي ان احنا نظفنا الالغام في المنطقه. في المنطقه دي تنظيف كامل لها طبعا اخذت وقت معانا طبعا، وده كان مشروع دولي يعني. وكمان الناس ما كانتش مش مستوعبه يعني، لدرجه ان اتسرقت الاجهزه مرتين. فبرضه دي كل دي كانت لازم الدوله تاخد بالها من ان لازم تدي توعيه لهم ان ما فيش حاجه هتاثر عليهم. كانوا خايفين من النووي ان ممكن ياثر زي تشيرنوبل لما حصل فيه. ما هو برضه في مفهوم مختلط شويه عند الناس ما بين الطاقه النوويه او الوقود النووي، في فرق. زي تشيرنوبل الناس اتدمرت وما زال في تاثير لغايه دلوقتي. فدلوقتي احنا اخذنا احتياطيات كتيره، كل الواحد ما بالعلم بتقدم بناخد احتياطات كتيره جدا. لا بعدين في كمان انت عارف حضرتك يعني الكتله الخرسانيه اللي مبنيه عليها المفاعل النووي كذا كذا طبقه، مش طبقه واحده، لها سمك كبير ولها ابعاد معينه، بحيث ان انا ما فيش اختلاط بالشخص الانساني بيدخل فيها طبعا. لا والعقد مع روسيا داخل فيه داخل فيه التخلص من النفايات النووية يعني فيها. احنا مش هنتحمل عبء التخلص حتى من النفايات النووية. ما الكلام ده للمثقف بيبقى فاهم، لكن العربي البدوي مش عارف، بيهاجم الكلام ده. فاحنا لازم له توعية عشان ما يهاجمش المكان بتاعه طبعا. طيب لو قلنا بقى العالم بره بينظر لنا ازاي بعد كل هذا الانجاز في هذا القطاع؟ الحقيقه في عهد الرئيس السيسي الوقت اختلف تماما يعني، دلوقتي بقى في احترام لمصر، واحنا بنشوف كمان حتى كل البلاد اللي بيجي عندها ثورات ولا حاجه بييجوا لمصر بيعيشوا في مصر طبعا. ومصر بلد الامان يعني، والخير موجود طبعا. بشكر حضرتك جدا دكتور ميرفت شرف الدين المهندسه الكيميائيه والنوويه، شرفتينا.